السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اذا في هذا الفيديو بغينا نهضروا على اللغه الانجليزيه وبغينا نهضروا على النطق ان شاء الله. فراني كنوجد لكم واحد الفيديو ان شاء الله فيما يخص النطق. اسهل لغه في العالم هي اللغه الانجليزيه، سهله من حيث جرامر، سهله من حيث الصرف والتحويل الى اخره، كل شيء سهل فيها. اسهل حاجه واسهل لغه هي اللغه الانجليزيه. لكن 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 بلاتي، أصعب حاجة في اللغة الإنجليزية هو النطق. النطق هو أصعب حاجة في اللغة الإنجليزية. كل شيء سهل ما عدا النطق، كل شيء سهل ولكن النطق صعيب. النطق خصك تبقى تسمع، خصك تقلد الآخرين، خصك تعلم شي قواعد إلى آخره. فبالتالي لهذا أنا غادي نشر إن شاء الله واحد الفيديو مباشرة مورا هذا الفيديو، غادي نشره اليوم الخميس بالليل. غدا غادي يصبح ان شاء الله الجمعه، غادي نعمل لكم واحد الفيديو ان شاء الله غدا، غادي يكون في يوتيوب وغادي يكون في فيسبوك ان شاء الله بحول الله اذا حيانا الله. غادي نعمل فيديو طويل شويه، شهداك واحد بين 10 دقائق حتى لربع ساعه، نحاول نقطعه يعني نرجعه صغير، عاد غنعمل له المونتاج الى اخره. هو طويل، جاء تقريبا شي 18 دقيقه، فيه القواعد ديال اللغه الانجليزيه. ماشي كلشي، راه صعيب تجمع جميع القواعد ديال النطق في واحد الفيديو. اذا عملت واحد الفيديو راه غيجي ساعه ونص جوج ساعات مع الامثله الى اخره. فعملت واحد الفيديو مبسط ولكن فيه الاغلبيه ديال اولا الحاجات اللي مهمين في النطق في اللغه الانجليزيه. كنتمنى تفرجوه ان شاء الله. الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون راه كاين فيسبوك، والناس اللي عندهم كونيكسيون يستعملوا يوتيوب. انا بالنسبه لي دخلوا فيما بغيتوا، فيسبوك يوتيوب، فما كنربح حتى حاجه. ديما كنقولها، انا ما كنربح والو، انا كنعمل هذا الشيء الا في سبيل الله باش تستافدوا، باش نربحوا معكم الاجر فقط، باش تعلموا اللغه الانجليزيه في سبيل الله. صافي صافي مزيان. شني اصعب اللغه؟ شني اصعب حاجه؟ اصعب حاجه هو النطق. الصرف والتحويل سهل، اي حاجه سهل. غتلقاو جميع الدروس في هاد لاشين، هاد القناه ديالي اللي عملتها يوتيوب، فيها جميع الدروس، دروس البكالوريا، السيزيام، التاسعة، الثامنة، السابعة، التحضيري. شي واحد بغى يتعلم اللغة الإنجليزية لأول مرة، فيها الحوارات، فيها القواعد، فيها النطق، فيها الجرامر، فيها كل شيء، وكل شيء سهل ما عدا واحد الحاجة، النطق. النطق ثم النطق أسيدي. هذا النطق باش نلقاو ليه الحل، باش نلقاو الدواء لهذه المشكلة، هو الاستماع. احسن حاجه هو الاستماع. خصك تسمع وسمع وسمع وسمع، غير سمع، واخا ما تفهمش النهار الاولاني الثاني الثالث، انت غير سمع. مع المده غتعلم وغادي تهضر لونغلي، وغادي تهضر احسن مني واحسن من هذاك واحسن من هذاك. فغير سمع وصافي، مجرد الاستماع كيرجعك واعي، يرجعك احسن من الاستاذ ديالك اللي قراك. غير النطق هو سمع، سمع بودكاست، سمع، تفرج الافلام، تفرج الفيديوهات، كاين ما يدير، غير سمع اللغه الانجليزيه وصافي. وانا اعدك بانه سيكون عندك نطق واعي. اللغه الانجليزيه اسهل لغه، اسهل لغه في العالم، واكثر انتشارا في ما مشيتي كيهضروا اللغه الانجليزيه، كل شيء كيهضر اللغه الانجليزيه. لي زابليكاسيون، اي حاجه الانترنت، بغيتي تبحث، بغيتي تفتش، بغي اي حاجه، كل شيء باللغه الانجليزيه. وكنقول وكنأكد البرونسيشن مهم. هاد الفيديو ان شاء الله اللي غادي نعمل، حاولوا تفرجوه، حاولوا تسمعوا مزيان، حاولوا يعني تفرجوه مزيان، تعاود تعاود تعاود، ركز مزيان، شبر الورقه والستيلو، تعلم ديك القواعد ان شاء الله. غادي نشر الجزء الثاني فيما يخص هذا النطق، حيتاش النطق فيه بزاف، فهمت يعني، بزاف ديال القواعد، ماشي بزاف بزاف القواعد، تكون شي 30 قاعده. انا حاولت نشر واحد 7 ولا 8 في هذا الفيديو ان شاء الله، وان شاء الله تتم في الايام المقبله، باش ما يجيش فيديو طويل، يعني شويه بشويه. وحاولت نعطي شي امثله، شي كلمات يعني فيما يخص ديك النطق. اصعب حاجه هو النطق، شي حاجه اخرى كل شيء سهل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تهلاو في راسكم، اراكم في فيديو لاحق ان شاء الله.